الحديث عن الأسرة حديث ذا شجون لا تمله الأسماع، ونظر الإسلام إلى الأسرة نظرة عظيمة. لماذا؟ لأنها اللبنة الأولى من لبنات المجتمع، فإذا صلحت هذه الأسرة صلح المجتمع كله، ولا يأتي صلاح الأسرة إلا باتباعها منهج القرآن والسنة. وأعظم محضن من محاضن الإيمان نجده في الأسرة، فإذا أراد الإنسان القيم العالية والأخلاق الرفيعة لن يجدها إلا في الأسرة. هذه الأسرة العظيمة، هذه الأسرة المتينة هي التي سعى الإسلام لبنائها، وليست الأسرة الهشة، الأسرة التي تتعرض للعواصف ولا تثبت. ولذلك قيمة الزواج وقيمة هذه الأسرة لخصها الله عز وجل في هذه الآية، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، أي من جنسكم، أزواجا. ليه؟ لتسكنوا إليها من السكون، وجعل بينكم مودة ورحمة. انظروا إلى هذا العبارات اللطيفة الجميلة، مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأعظم ما ينبغي العناية به هو جانب الأسرة، فإذا كانت الأسرة متكاتفة متلاحمة يسودها الود والمحبة والرأفة والتعاون، لا شك أن هذه الأسرة سوف تخرج ثمار نافعة يانعة مباركة للمجتمع، والبلد الطيب يخرج نباته طيبا بإذن الله تبارك وتعالى. ورمضان فرصة عظيمة لعودة الأسرة وبداية انطلاقتها فيما يعود على المجتمع وعليها بالنفع بإذن الله.